صباح الخير، حيي كل يلي بيتواصلوا معنا وكل متتبعي عالم صباح من كل الدول العربية. روزي كوين، بنت جبلية، مجد أبو غوش، محمد هدلة، وردة الصباح، سارة حموي، وردة الياسمين، وردة النسرين، آيلي، صابرينا، طبعا سجود غلاييني، أمي مينوشا، الياسمين الخياطة الرفيعة والتقليدية، مجد أبو غوش، نجوى خداج، دينا زين، روري، ريتا، إرادة العبيدي، ليدي أو ليدي دوسكي، غينو فاندي، سوما، راتل سيد، وهنا كعفراني، أمين لمراوي، أمين فيروز الخالد، جنى مجذوب، ابتسام كاتب، زينة حشاش، ودينا زين، وكل طبعا اعذروني اذا ما قلت كل الاسماء، كل يوم بنحاول نقول اصلا منكم. وثانك يو لمتابعتكم لنا عبر الشاشه الصغيره وعبر السوشيال ميديا. ما تنسوا دائما عالم صباح بخدمتكم، اي سؤال واي موضوع حبوا تطرحوه ابعثوا لنا على 03-010-533 لنتواصل نحن وياكم. وطبعا من خلال السؤال اللي بنطرحه كل مقدمي برنامج عالم صباح بالبداية أو بالافتتاحية على الساعة 10 بتوقيت بيروت. هلأ بالختام دايما مثل ما بتعرفوا تحضيرات الأكلات الجبلية اللبنانية الأصيلة دايما مع الشيف حسين، ومنروح لعنده هلأ لنكمل الوصفات وأنا بنضم له بعد شوي ورشة ملح. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا. البرغل عبندورة على النار، وحطينا البصل مفروم ناعم مع شوي من زيت الزيتون والبندورة كيوبات صغيرة. طبعا نحن هون بعد ما كنا مقشرين البندورة طحنينا وجاهزة على جنب لحتى نضيفها فوق البرغل. لكن نحن هون مشاهدينا بدنا برغل خشن للطبخ، عنا بالطنجرة زيت زيتون، بصل ناعم، وبندورة حمراء، وهلأ رح ضيف لهم البرغل بالشكل هيدا. اوكي، ورح نحط رش صغيره من السبع البهارات ورش صغيره من الملح. هون نحن مشاهدينا فينا نحط لحمه خشنه او فينا نحط كمان القورمه، بتعطي نكهه كتير طيبه للناس اللي ما بيحبوا اللحمه مثل ما عم بحضرها انا اليوم بلا لحمه خشنه وبلا قورمه. طيب، سبع بهارات وايضا نضيف رشه ملح. نحن هون البرغل مش نقعينه، نحن رح نحط مي ورح نحط البندورة المطحونة. كمان رح نضيف مي. اوكي، طبعا هيدا طبق صيفي من المطبخ اللبناني، المطبخ الضيعي بامتياز. رح نقدم معه الخضار، البصل الاخضر، وراح نحط كمان البندورة، وراح نحط الزعتر الاخضر، وايضا فينا نحط كمان الفجل وغيرها من الخضار. طيب، هيدا هون بالنسبة للبرغل العبندورة. لحتى تغلي بنغطيها ونتركها تتنبت على نار خفيفة مثل ما بنحضر الرز أو حيلا نوع من أنواع الرز أو البرغل. هلا أنا وياكم خلينا نشوف شو صار باللبن وبالعجينة اللي عملناها أنا وياكم والسلقناها وصارت جاهزة بعد ما بردنا. خلينا أول شي نجيب اللبن. أوكي، هيدا اللبن راح نضيف للبن شوية ثوم مثل ما عم نشوف. ثوم ناعم، ورشة ملح، لكان عنا ثوم وملح، نعنع يابس مطحون،
وهلا كمان بدنا نجيب شوية مي هون، يستحسن نحط مي مسقعة لأن طبق بده يكون مسقع، طبق حكينا طبق صيفي. اوكي، لكان عندنا توم ناعم، لبن، نعنع يابس، وايضا رشة ملح. اوكي، طبعا نحن بعد ما كنا محضرين الترويقة جبنا خبز باجيت فضيناه او عملناه بشكل دويرة من الراس والكعب، وحطينا البيض وعملنا كمان بالنص، حطينا بيضة بالاول وبيضة بالاخر، وبالنص حطينا جبنة الاشقوين مع صدر حبش مدخن، وفوتناها على الفرن على درجة حرارة 180 لحتى اخذنا النكهة الطيبة والنكهة الرائعة. هون بنحرك شوي طبختنا، ريحة كتير طيبة ولذيذة. اوكي، هلا بنشوف شو صار في عنا بالعجين. طبعا هيدا العجين نحن بعد ما بردناه وسلقناه، وهلا رح ارجع اخبركم كيف حضرناه. اوكي، طيب كبة حيلة، بس ما بعرف ليش اسمها كبة حيلة. هاي عبارة عن برغل اسمر ناعم، حطينا عليه شوية مي لحتى نفخت شوي حبة البرغل. طبعا هون بعد ما كنا نحن مغسلينه للبرغل، واكيد في عنا ابرار بيجي في عنا برغل في بقلبه رمل او في بقلبه بحص، فلازم ننقيه ونغسله وننقعه ونحطه على جنب. بنرش عليه شوية طحين ورشة ملح صغيرة، ندعكهم كلهم سوا مع بعضهم. طبعا هون نحن يمكن بحاجة لماي، بدنا نحط ماي حسب الحاجة. بصير في عنا عجينة، منكعزل هاي العجينة بشكل بول أو دويرات صغار حسب ما أنتم الحجم اللي بدكم إياه، وبنحطه على جنب. طبعا هون نحن بنجيب الماي، بنحط ماي على النار لحتى تغلي الماي، بنحط لها زيت نباتي ورشة ملح. يعني كيف بدنا نسلق المعكرونة أو حيالله نوع من أنواع العجائن الغذائية، بدنا نحط نحن زيت نباتي أو زيت زيتون ورشة ملح نفس الشيء، لكن زيت نباتي رشة ملح. حطينا العجين، سلقناها حوالي 10 دقائق، شلناها بردناها بالماي المسقعة وحطيناها بمصفية، وجهزت عنا العجينة مثل ما شفتوا. هلأ جبنا اللبن مع شوي توم، نعنع يابس، ورشة ملح، حطيناهم فوقهم وخلطناهم، وهلأ أنا وياكم رح نسكبهم بهالصحن الحلو. لكن مثل ما عم نشوف طبعا فينا نسكبها، حكينا فينا نعمل البول بالحجم اللي بدنا اياه، صغيرة او كبيرة مثل ما انتم بتحبوا. لكن هيدا اول طبق صار جاهز. نحنا اوكي، وبضل في عنا طبعا الحلاوة، الطبق الثالث الحلاوة بعد ما كنا محضرين نحن وياكم البرغل ع بندورة. اوكي، بنشوف هون شو صار في عنا. تخفف النار
وهنغطي كمان الطنجرة. لكن بالنسبة للحلاوة حضرته مثل ما قلت لكم ببداية الحلقة، حليب 2 كوب، سكر بودرة 2 كوب، وطحينة كمان 2 كوب، والفستق الحلبي الحب كمان حاضر لحتى نحطه بقلبه. طبعا نحن هون عم نعمل حلاوة بالفستق الحلبي. وهلا انا وياكم، بس مش رح احضرها هلا الحلاوة، بدنا نحضرها باخر فقرة. بس هلا بدنا نسأل جوزيف شو رأيه كان بالترويقة. اوه عظيمة، حبيت كثير فكرة الباجيت على فكرة. الباجيت، باجيت مع البيض، شفت كيف جبنة وحبش، مش عاطلة ابدا يعني. حلو كثير برزنتيشن اللي هي الباجيت، تنقروها ثلاث مطارح، تحطوا جبنة وبيض بقلبها، بفوتوها على الفرن 100%، ترجعوا بتقدموها سخنة غير شكل. شيف، ومنك نستفيد يوميا. لكن هذا جوزيف عطانا شهدته بالترويقة اللي كانت طيبة، حطينا البيض وحطينا الحبش مع الجبنة. فينا هون نحن مشاهدينا نحط مع تحت الحبش والجبنة صلصة الحبق، صلصة البيستو، تعطينا نكهة كمان طيبة بعد ما نكون مفوتينها على الفرن ويدوب الجبنة على الوجه. حتى البيض فينا نحط شوي من زيت الزيتون تحت البيض، بس ما ننسى هون بعد ما نحط صفار البيض على الوجه نحط رشة ملح لحتى ما يطلع لنا البيض بلا ملح. لكن هيك كانت الترويقة، وهيدا جوزيف عطانا شهادته بالترويقة، كانت الشهادة كتير منيحة. شو رأيك نروح بريك؟ يلا. بريك وبنرجع لكل المشاهدين، ما تروح لمطرح آخر محطة، رح نضم للشيف طبعا، نحضر أنا وياه بقية الأطباق، خليكن معنا.